السلام عليكم. يعتبر الفضاء الخارجي من بين أكثر المجالات غموضاً وغرابة في الكون، وبيحتوي على العديد من الظواهر الغريبة والمثيرة للاهتمام. وبيتميز الفضاء بالتنوع الهائل في الأجرام السماوية والأحداث الفلكية، وبيضم الكواكب والنجوم والمجرات والثقوب السوداء والنيازك والمذنبات وغيرها من العجائب. أهلاً بكم، أنا مصطفى عماد، والنهاردة رحلتنا للفضاء، وهنتكلم عن أغرب 5 حقائق عن الفضاء الخارجي. العملاق الأحمر هو نجم عملاق شديد الإضاءة، بيبلغ نص قطره أكتر من 15 ل 45 مرة من نص قطر الشمس، وبيعادل لمعانه أو نوره حوالي 100 مرة مقارنة بالشمس. وهو نوع من أنواع النجوم في الفضاء المحيط بمجرتنا، مجرة درب التبانة. وتعتبر النجوم العملاقة الحمر نجوم غير اعتيادية، لأن أعضاء المجموعة دي من النجوم بتنتج من الطاقة الضوئية أضعاف مضاعفة من اللي بتنتجه الشمس. ومن ضمن النجوم دي نجم الدبران، وده يعتبر أصغرهم، وبالمناسبة هو النجم اللي انت شايفه حاليا. الثقب الأسود هو منطقة موجودة في الزمكان، يعني الفضاء بأبعاده 4، وهي الأبعاد 3 بالإضافة للزمن. بيتميز بجاذبية قوية جدا، بحيث يستحيل الهرب منها ولا حتى الجسيمات أو موجات الإشعاع الكهرومغناطيسي زي الضوء. وبتتنبأ النظرية النسبية العامة بأنه ممكن لكتلة فائقة الضخامة تنضغط بقدر معين، بحيث تشوه الزمكان وتشكل ثقب أسود. ويطلق على حدود المنطقة المستحيل الهرب منها اسم أفق الحدث. وعلى الرغم من أن عبور حدود أفق الحدث له تأثير هائل على مصير وظروف أي جسم، إلا أنه مفيش أي حاجة بتظهر في المنطقة، يعني ولا أكن حصل حاجة. باختصار هو جسم معتم شديد الجاذبية بيسحب أي حاجة جواه، والمشكلة إنها بتختفي عن الوجود تماماً. اليوم في زحل مدته 10 ساعات، ولكن السنة الواحدة بتمتد لحد 29 سنة أرضية. زحل كوكب غازي أو عملاق غازي، بيتكون معظمه من الهيدروجين مع مقدار ضئيل جداً من الهيليوم والميثان والمية والأمونيا. العواصف الرعدية على زحل بتمتد لآلاف الكيلومترات، وأقوى ب10,000 مرة من الصواعق على سطح الأرض. القطب الشمالي لزحل هو موقع الإعصار دائم، ويبلغ عرضه أكتر من 1200 ميل، وسرعة رياحه بتوصل حوالي 330 ميل في الساعة، يعني 531 كيلومتر. الأشعة الكونية هي عبارة عن جسيمات بتحتوي على طاقة كبيرة جدا جاية من الفضاء، وبتصطدم بالطبقات العليا للغلاف الجوي، وتم اكتشافها لأول مرة سنة 1912 بواسطة العالم فيكتور هيس. أما بالنسبة لتركيب الأشعة الكونية فهي عبارة عن 90% من بروتونات، وحوالي 9% منها عبارة عن جسيمات ألفا نوايا ذرات هيليوم، و 1% جسيمات بيتا إلكترونات. واستخدام مصطلح أشعة هو استخدام شائع ولكنه خاطئ، لأن الأشعة الكونية عبارة عن جسيمات مادية بتوصل للغلاف الجوي بشكل منفرد، يعني مش حزم من الجسيمات. أما بالنسبة لمصادر الأشعة فهي متعددة، فمنها مثلا أشعة مصدرها الشمس وبتوصل سرعتها ل 200,060 كيلومتر في الثانية، ويطلق عليها اسم الرياح الشمسية، وأشعة مصدرها النجوم وبتكون خاطفة لكنها قوية جدا، وبتنشأ بسبب اندماج المجرات مع بعض. تعتبر الجاذبية الصفرية واحدة من أكثر الظواهر الغريبة والمفاجئة في الفضاء، وبتشير لعدم وجود قوة الجاذبية في بعض المناطق، وده اللي بينتج عنه اضطرابات كبيرة في الحركة والتوازن. وبيتم حدوث الجاذبية الصفرية في المحطات والمركبات الفضائية، بحيث يتم توفير النوع ده من الجاذبية من خلال الدوران المستمر حوالين الأرض. وبما أن قوة الجاذبية بتعتمد على كتلة الجسم ومسافته عن مركز الجاذبية، فإن الدوران المستمر بيحافظ على حركة المركبات بشكل دائم من غير ما تتعرض للجاذبية الأرضية. ومن أهمية الجاذبية الصفرية في الفضاء إنها بتسمح للعلماء عمل تجارب وأبحاث علمية متعلقة بالأحوال الفيزيائية المختلفة، زي التجارب الطبية والفيزيائية والكيميائية، وبتساعد التجارب دي في فهم أسرار الكون وكيفية العمل في الفضاء. يعني الجاذبية الصفرية في الفضاء هي ظاهرة مدهشة ومثيرة للاهتمام، وتعتبر بمثابة إحدى الأدوات الهامة اللي بتساعد العلماء في استكشاف الكون وفهمه بشكل أفضل. كده نبقى اتكلمنا عن أغرب 5 حقائق عن الفضاء الخارجي. لو حابين نتكلم عن مواضيع تانية اكتبولنا تحت في التعليقات،
ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير واعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتنا أول بأول، واشوفكم الحلقة الجايه.